السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساء الخير لحضرتك. نعم، وانت بخير وعافية، الله يحفظكم. طبعا عندي أربعة أسئلة يا عم الشيخ بصورة زي. تفضل. أول سؤال، كان عندنا موظف في المسجد صلى بنا الفجر. موظف في مسجد صلى بكم الفجر، وبعد الركعة الثانية مسك كتاب وقامت منه، يعني قرأ منه الدعاء. مسك كتاب و إيه؟ قامت منه، يعني قرأ منه الدعاء. طيب، الصلاة صحيحة ولا إيه؟ الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه. عمله إيه يا شيخ؟ مكروه مكروه. طيب الثاني يا شيخ، القرآن هو الذي استثني.